اللي بيقول لمراته يعورة يلعبوا بيها الكورة. اه طبعا موافقة عليه. الراجل اللي باين عيوبه مراته قدام الناس وفي رجالة تتباهى فيها، تتباهى انه يعمل كده، انا اصلا بيسقط من نظري جدا. ما بدي اقول لك هو كرامتها من كرامته على طبعًا فكره، طبعا كرامه الرجل من كرامه مراته. بس في رجاله بتحس انه انا كده جامد لما اقعد اعيب في مراتي، وطبعا اكيد الناس اللي مش كل الناس بتحبها، اكيد الناس هيمسكوا تعرف عليها. النموذج كمان اللي كتير بيستفزني انا شخصيا الرجل اللي بيوجه كلمات مزح واستهزاء بزوجته قدام مثلا اصدقائه قدام الناس. طبعا انا ما احترمش الراجل ده خالص، يعني انا هيدا مستفز بالنسبه خالص لقلي. هو بيحس نفسه دمه خفيف، انا لا احترم هذا الشخص ابدا. الست لو طلعت المريخ اخرتها للطبيخ. اه طبعا انا احب الطبيخ قوي. الست يعني لا اكيد لازم الست تبقى بتعرف تطبخ ولو حاجه بسيطه يعني. لا انه قد ما تحقق يعني هي الفكره منه قد ما تحقق بره البيت، قد ما تحقق برات البيت يعني لازم تبقى ست. انا شخصيا بحب المطبخ قوي. بتعرف تطبخ منين؟ اه كويس. يعني بتدلعي شريكك بالطبخات وبتنوعي بالطبخات؟ آه انا اللي بطبخ دايما، انا ما احبش يعني ما احبش الناس اللي بحبهم ياكلوا من ايدين حد، حتى بنتي متعوده على كده، متعوده ما تاكلش من ايدين حد خالص غير. انا كنت بطبخ كل يوم ولا زلت بطبخ كل يوم. من والدتك؟ اتعلمت طبعا من مامتي والحاجات اللي ما لحقتش. انا كنت بشتغل كتير طبعا برضو وانا صغيره، ممكن اتفرج على حاجه، ممكن اشوفها، ممكن ادوق حاجه تعجبني في مكان واسال، وتسال حاجه عند صاحبتي واسال على اليوتيوب.